السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي رحمه الله تعالى. وبلغنا قول المصنف رحمه الله: فصل. فأما ما نقل إلينا نقلا غير متواتر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما ما نقل إلينا نقلا غير متواتر، كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام 3 أيام متتابعات. فقال قوم: ليس بحجة، لأنه خطأ قطعا، لأنه يحتمل أن يكون مذهبا وخبرا، والصحيح أنه حجة، لأنه إن لم يكن قرآنا فهو خبر، فإنه ربما سمع الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظنه قرآنا، وربما أبدل لفظة بمثلها ظانا جواز ذلك. ولا يجوز أن يظن بالصحابي أن يجعل رأيه ومذهبه قرآنا. هذا الفصل معقود لمسألة، وهي مسألة القراءة الشاذة، الاحتجاج بالقراءة الشاذة، وهو ما عبر عنه رحمه الله بقوله: فأما ما نقل إلينا نقلا غير متواتر. فالقراءة الشاذة قراءة نقلت نقلا أحاديا بسند صحيح، وجاءت على الفصيح من لغة العرب. هذه هي القراءة الشاذة، يعني نقلت على أنها قرآن، لكن السند فيها كان أحاديا صحيحا ووافقت الفصيح من لغة العرب. ثم مثل لها المصنف رحمه الله بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فصيام 3 أيام متتابعات. فالشذوذ في قوله متتابعات، وهذه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي أيضا مروية عن أبي ابن كعب رضي الله عنه، ومروية عن النخعي، يعني عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ومثل قراءة عائشة وحفصة رضي الله عنهما: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. الشذوذ في كلمة صلاة العصر فإنها قراءة شاذة. قال: فقال قوم، هذا شروع الآن بعد أن بين معنى القراءة الشاذة وضرب لها مثالا، شرع في حكم الاحتجاج بها، الخلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة، يعني هل يصح للمجتهد أن يبني الحكم الشرعي على قراءة شاذة أو لا؟ وكأنهم يقولون إن القراءة بالقراءة الشاذة، أن يقرأ بها في الصلاة أو في غيرها، لا يصح. وبعضهم حكى الاتفاق على هذا، والصحيح أن فيها خلافاً وليست محل إجماع. قال: فقال قوم ليس بحجة. هذا المذهب الأول في المسألة، وهو قول المالكية والمشهور عند الشافعية، أن القراءة الشاذة
ليست بحجة، وإنما قال ليس ولم يقل ليست لرجوع الكلام إلى ما، قوله ما نقل إلينا. قال لأنه خطأ قطعا، لأنه يحتمل أن يكون مذهبا وخبرا. هذا الدليل أصحاب المذهب الأول، وهو أنهم قالوا لأنه خطأ قطعا، يعني لأن نقله قرآنا، عليكم السلام، لأن نقله قرآنا خطأ، لأن القرآن شرطه التواتر، وهذه القراءة جاءت بطريق الآحاد، وحينئذ نقطع بكونها ليست قرآنا. قال لأنه يحتمل أن يكون مذهبا وخبرا، لأن هذا المنقول مثل فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذا يحتمل أن يكون مذهبا لناقله، يعني أن يكون من نقله يرى أن الصيام ثلاثة أيام يجب أن تكون متتابعات في كفارة اليمين، ويحتمل أن يكون خبرا أي حديثا، فظنه الراوي قرآنا فنقله على أنه قرآن وإنما هو خبر أي حديث. ومع وجود الاحتمال لا يثبت أن يكون قرآنا، لأن القرآن لا احتمال في ثبوته، فالقرآن ثابت قطعا، أما الشيء المحتمل فاعلم أنه ليس بقرآن، والناقل إنما نقله على أنه قرآن فدل على خطئه قطعا، فلا يكون قرآنا ولا غير قرآن، وإذا لم يكن كذلك فلا يصح أن يحتج به. هذا معنى دليل الأصحاب المذهب الأول. ثم قال والصحيح أنه حجة، هذا شروع في المذهب الثاني. فقال يعني المذهب الثاني الذي صححه المؤلف تبعا لأصله وهو روضة الناظر، هو أن القراءة الشاذة حجة. فقال أنه أي ما نقل آحادا أنه حجة، وهذا مذهب الحنفية، وهو مذهب الحنابلة أيضا، وهو قول ثان عند الشافعية. قال لأنه إن لم يكن قرآنا فهو خبر، فإنه ربما سمع الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظنه قرآنا، وربما أبدل لفظة بمثلها ظانا جواز ذلك. إلى هنا ينتهي دليل أصحاب المذهب الثاني. قال لأنه أي هذا المنقول آحادا إن لم يكن قرآنا فهو خبر، يعني هو دائر بين احتمالين، فهو إما أنه قرآن وإما أنه سنة، لأن السند قد صح فلا بد أن يحمل هذا المنقول على معنى صحيح، وإلا لزم تكذيب الراوي، وحينئذ فهو الاحتمال الأول أن يكون قرآن فنقول ليس قرآنا، يعني إذا قلنا أنه ليس قرآنا لأن شرط القرآن التواتر، فيبقى الاحتمال الثاني وهو أن يكون خبرا أي حديثا. وعلى كلا الاحتمالين، يعني إن كان قرآنا أو كان سنة، فهو حجة، لأن الكتاب والسنة هما الوحي، فهما أصل الأصول كلها، فالحجية ثابتة على كل الاحتمالات. قال فإنه ربما سمع الشيء، فإنه يعني الراوي الصحابي الذي نقل هذه القراءة الشاذة، فإنه ربما سمع الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظنه قرآنا. يعني يحتمل أن الناقل وهو الصحابي سمع تفسير الآية من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون مثلا فسر الأيام صيام ثلاثة أيام بأنها تكون متتابعة، فقال متتابعات،
ظناً منه أنه قرآن، فنقله على أنه قرآن وإنما هو حديث. قال: وربما أبدل لفظة بمثلها ظاناً جواز ذلك، يعني الاحتمال الثاني أن يكون أبدل لفظة مكان لفظة أخرى ظاناً أنه يجوز نقل القرآن بالمعنى، لكن هذا الاحتمال الثاني ينبغي الوقوف عنده، لأنه لا يجوز أن يظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم يجوزون نقل القرآن بالمعنى، بخلاف الحديث، الحديث يجوز نقله بالمعنى، وأما القرآن فلا يجوز اعتقاد مثل ذلك، أعني أنه ينقل بالمعنى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءاتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم: أقبل، هلم، تعال، فاقرأوا كما علمتم، انتهى كلامه. وقوله في آخر الأثر: فاقرأوا كما علمتم، يعني كما علمكم أشياخكم، لأن قراءة القرآن سنة متبعة يأخذها التلميذ عن الشيخ وليست تؤخذ من المصحف. ثم قال: ولا يجوز أن يظن بالصحابي، هذا شروع في المناقشة، هذا مناقشة المؤلف رحمه الله لدليل أصحاب المذهب الأول، وذلك أنهم قالوا كما مر معنا أنه خطأ قطعا، فيحتمل أن يكون خبرا أو أن يكون مذهبا له، فقال: لا يجوز، ولا يجوز أن يظن بالصحابي أن يجعل رأيه ومذهبه قرآنا. يعني دليلكم هذا يلزم منه أن الصحابي يستجيز أن يجعل رأيه ومذهبه الفقهي أن يجعله قرآنا فينقله على أنه قرآن، وهذا لا يجوز لأنه قادح، فإنه افتراء وكذب على الله فيكون قادحا فيه. والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلهم عدول، فلا يمكن أن يقع منهم مثل ذلك، وحينئذ لا يبقى إلا القول بما ذكرناه من أن هذا المنقول إما أنه قرآن وإما أنه خبر صحيح، حديث صحيح، فيكون حجة في كل الأحوال. انتهت المسألة، ولهذه المسألة ثمرات في الفقه، يعني أثر الخلاف الأصولي في الخلاف الفقهي، فمن ذلك مسألة التتابع في صوم كفارة اليمين، صيام 3 أيام، فقال الحنفية والحنابلة: يجب التتابع لقراءة ابن مسعود وأبي والنخعي رضي الله عنهم، فصيام 3 أيام متتابعات. وقال المالكية والشافعية: لا يجب التتابع، فيجوز أن يصوم في كفارة اليمين 3 أيام غير متتابعات، يعني متفرقة. وقالوا عن هذه القراءة إنها قراءة شاذة، والقراءة الشاذة ليست بحجة. ومن ثمرات الخلاف النفقة على القريب، فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تجب النفقة على كل قريب ذي رحم محرم، يعني إذا احتاج تجب النفقة على القريب، وهذا القريب هو ذو الرحم المحرم. ومعنى ذو الرحم المحرم 2، إذا كان أحدهما أنثى لم يجوز للآخر أن ينكحه، هذا معنى ذو الرحم المحرم، على تفصيل عندهم، لأن الحنابلة شرطوا أن يكون وارثاً أو من عمودي النسب، ولو لم يكن وارثاً. وقال المالكية والشافعية بأن النفقة تكون على الوالدين والمولودين فقط،
الوالدين والمولودين من الأقارب، وليس كل ذي رحم محرم. واحتج الأولون بقراءة وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، القراءة المتواترة وعلى الوارث مثل ذلك، وقرأ ابن مسعود وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك، ولم يحتج بها الآخرون أصحاب المذهب الثاني لأنها قراءة شاذة، والقراءة الشاذة عندهم ليست بحجة. انتهت المسألة، نشرع الآن إن شاء الله في مسألة جديدة. نعم تفضل. قال: فصل. والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، كقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض، ومن منع ذلك فقد كابر، ومن سلمه وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة. نعم، هذا الفصل اشتمل على مسألة واحدة، وهي اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز. لأن الكلام في الدليل الأول من الأدلة الشرعية وهو الكتاب العزيز، فقال: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز. أكثر العلماء ذهبوا إلى أن لغة العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز، بل حكاه بعضهم إجماعاً والله أعلم. ثم هؤلاء الذين جوزوا المجاز في اللغة اختلفوا بعد هذا الاتفاق على أن القرآن هل يشتمل على المجاز أو لا يشتمل عليه، على قولين معروفين. فقال: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز. ثم قال: وهو الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو المجاز، وهو أي المجاز اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح. المجاز هو اللفظ، لأن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، فلا بد أن يكون كل منهما لفظاً. وقال المستعمل لأن اللفظ المهمل، وهو اللفظ الذي ما استعملته العرب ولا معنى له، كديس مقلوب زيد، فإن هذا لا يصف بحقيقة ولا مجاز، فإذا الحقيقة والمجاز فرع الاستعمال. قال: في غير موضوعه الأصلي، يعني في معنى ليس هو اللفظ، لم يوضع له ابتداء، في غير موضوعه الأصلي، أي ما وضع له اللفظ ابتداء. وهذا يعني أن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له أصلا، وأن المجاز هو عكسه، استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا، يعني في غير موضوعه الأصلي الذي ابتدئ الاستعمال فيه. قال: على وجه يصح. على وجه يصح، لأن المجاز لغة العرب كما أن الحقيقة لغة العرب، فإذا كان على وجه لا يصح فلا يصح أن يكون مجازا، لأنه حينئذ ليس من لغة العرب. وقوله على وجه يصح يعني وجود المناسبة، وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهي المناسبة. فقولنا عن الرجل الشجاع بأنه أسد، إذا قلت رأيت أسداً يقاتل بالسيف سميت الآدمي أسداً، هذا مجاز وليس حقيقة، لأن حقيقة الأسد هو الحيوان المفترس المعروف. لكن هذا الاستعمال صحيح على وجه يصح، لوجود علاقة، لوجود مناسبة بين الرجل الشجاع وبين الحيوان المفترس المعروف، وهذا المعنى هو الشجاعة.
وكذلك إذا سميت السخي بحراً، الرجل المعطاء الكريم إذا سميته بحراً فتقول زيد بحر، فإن هذا يصح أيضاً، لأن البحر كثير الأرزاق وهذا كثير العطاء، زيد كثير العطاء فهو كالبحر، فمثل هذا يصح. قال كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل، هذا الآن شروع بعد أن بيّن معنى، بيّن الحكم أولاً وهو أن القرآن يشتمل على المجاز كما يشتمل على الحقيقة، ثم فسر المجاز ضرب له مثالاً لأن الكلام في اشتمال القرآن على المجاز. واخفض لهما جناح الذل، هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى للولد في حق والديه، واخفض لهما جناح الذل، والمراد هنا التواضع ولين الجانب. قال واسأل القرية، هذا مثال ثاني، والقرية إذا قلنا إن معناها الأبنية والحيطان فهذه جمد لا يصح توجيه السؤال إليها، إنما يسأل العقلاء، فحينئذ نقول هو مجاز، والمراد واسأل أهل القرية. جدارا يريد أن ينقض، فإن الإرادة من خصائص الأحياء، والجدار جماد فيكون هذا مجازا. قال ومن منع ذلك فقد كابر، يعني إشارة إلى رد مذهب المخالف الذي لم يذكره هنا، يعني طوى ذكره لكن يفهم من عبارته، يعني كأنه يقول وهناك من منع اشتمال القرآن على المجاز، وهم قلة قليلة من العلماء، هم بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض المعتزلة، ذهبوا إلى أن القرآن لا يشتمل على المجاز. فقال ومن منع ذلك فقد كابر، المكابرة إنكار الواقع بلا دليل، إذا أنكر الإنسان شيئا واقعا ولا دليل عنده فهي مكابرة. وقيل المكابرة هي المخالفة لا لإظهار الحق وإنما لمغالبة الخصم، فهو يقول هذا الذي منع، أصحاب المذهب الثاني الذين منعوا اشتمال القرآن على المجاز هم قد كابروا لأنهم أنكروا شيئا واقعا، فقد ذكرنا عدة أمثلة على اشتمال القرآن للمجاز فهو واقع فيه كما هو ظاهر، فإنكاره مكابرة. ثم قال ومن سلمه وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في العبارة، يعني وإن قلتم يا أصحاب المذهب الثاني نسلم بما ذكرتم من الشواهد لكن لا نقول مجاز، وإنما نقول هذا من باب التوسع في اللغة أو التفسح في اللغة، فيسمونه توسعا أو تفسحا ولا نسميه مجازا. فقال إن كان الأمر وصل إلى هذا صار الخلاف معكم خلافا لفظيا خلافا في العبارة، فأنتم تسمونه توسعا أو تفسحا ونحن نسميه مجازا، فليسميه كل منا بما أراد ما دام أننا نتفق على المعنى الأصلي. وهذا الأخير هو الظاهر من الخلاف في هذه المسألة، أعني أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، لأن الكل يتفق على أن مراد الله سبحانه وتعالى في قوله واخفض لهما جناح الذل، الكل يتفق على أن المراد تواضع لهما ولن لهما، وأن واسأل القرية هو سؤال أهلها، وأنك إذا قلت رأيت أسدا يقاتل بالسيف أنك رأيت آدميا شجاعا، وإذا اتفق الكل على هذه المعاني
فما معنى أن يسميه أن يسميه أحدهم مجازاً والآخر يسميه توسعاً؟ هل له معنى حينئذ؟ لا، ليس له تأثير في المعنى، وإنما هو اختلاف في العبارة، فالأمر يسير. إنما الذي ينكر هو أن يستعمل المجاز في نفي صفات الباري سبحانه وتعالى. فإذا كان غرض من قال بالمجاز أن يجاز بهذه الظواهر معانيها ليصل بها إلى تأويل لا يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا قول أحد من السلف، فهذا الذي ينكر ويقف معه حينئذ، وهو غير مسألتنا، هو مسألة أخرى ليست مسألتنا، إنما مسألتنا في اشتمال القرآن على المجاز. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال القاضي رحمه الله تعالى: ليس في القرآن لفظ بغير العربية، لقوله عز وجل: ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وآيات كثيرة في هذا المعنى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة رحمه الله تعالى: ناشئة الليل بالحبشية، ومشكاه هندية، واستبرق فارسية. وأجاب من نصر هذا بأن اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا تخرجه من كونه عربية وعن إطلاق الاسم عليه. ويمكن الجمع بين القولين بأن أصل هذه بغير العربية ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها. نعم، أحسنت. قال: فصل. هذا الفصل معقود لمسألة، وهو في اشتمال القرآن على المعرب، اشتمال القرآن على المعرب. المعرب لفظ أعجمي استعملته العرب بعد تغيير فيه ليوافق أصوات حروفها وقانون لغتها. اللفظ المعرب هو اللفظ الأعجمي الذي استعملته العرب بعد تغيير فيه ليوافق أصوات حروفها وقانون لغتها، يعني الأوزان، ويغير في الحروف ليوافق الحروف التي في العربية خاصة. واضح؟ أعيد. اللفظ المعرب هو اللفظ الأعجمي الذي استعملته العرب بعد تغيير فيه ليوافق أصوات حروفها وقانون لغتها. ومعناه لفظ موجود في اللغات الأعجمية، فتأخذه العرب لا على هيئته، وإنما تغير فيه ليوافق أصوات حروفها، فتكون المخارج هي المخارج والحروف حروفاً عربية، أو يقدم ويبدل ويغير فيه لكي يوافق الميزان، ميزان لغة العرب، الأوزان، كما سوف يأتي من الأمثلة. مثل يعني مشكاة هي يقولون كلمة هندية فيما يقال، وقسطاس وهي كلمة رومية، ومثل كلمة تنور وهي كلمة فارسية، هكذا قيل. فهل القرآن يشتمل على ألفاظ غير عربية؟ وهذه المسألة تحتاج إلى شيء من تحرير محل النزاع ليتضح موطن النزاع. فيقال أولاً: اتفقوا على وجود المعرب في لغة العرب، الألفاظ المعربة موجودة في لغة العرب، واتفقوا أيضاً على وجود الأعجمي من أسماء الأعلام، على وجوده في القرآن. اتفقوا أيضاً على وجود اللفظ الأعجمي إذا كان من أسماء الأعلام، ولهذا اتفق النحاة على أن إبراهيم يمنع من الصرف، وعللوه بقولهم العلمية
والعجمة. يقولون يمنع من الصرف للعلمية يعني لكونه علما، والعجمة يعني اسم أعجمي. واتفقوا أيضا على أنه ليس في القرآن لفظ أعجمي محض لم تستعمله العرب. اتفقوا على أنه ليس في القرآن لفظ أعجمي محض أي لم تستعمله العرب، لأن كلامنا في المعرب، وإنما اختلفوا في اللفظ الأعجمي الذي استعملته العرب من غير أسماء الأعلام، هل يوجد في القرآن وهو ما يسمى بالمعرب أو لا يوجد في القرآن؟ هذه هي صورة النزاع. فقال المؤلف رحمه الله: قال القاضي، المراد بالقاضي أبو يعلى قاضي الحنابلة فقها وأصولا، قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربية. هذا المذهب الأول، وهو مذهب جماهير العلماء، أكثر العلماء اختاروا هذا القول، ليس في القرآن لفظ بغير العربية. هو لاحظوا، هو قال ليس في القرآن، فالكلام هنا في المسألة في ماذا؟ في القرآن. وأما السنة، هل السنة هل وقع فيها لفظ معرب؟ الجواب نعم، وقع في السنة. من ذلك حديث أم خالد رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سنه سنه. قال ابن المبارك: سنه بالحبشية معناها حسنة، والحديث أخرجه البخاري. سنة سنة يعني حسنة. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أشراط الساعة قال: ويكثر الهرج، فقالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث متفق عليه، لكن بعض الأصوليين قال القرآن لا معرب، يعني حين حكى النزاع أراد أن يحرر محل النزاع، قال بعض الأصوليين القرآن ليس فيه المعرب باتفاق، وإنما الخلاف في وقوعه في السنة. وبعضهم لم يقل ذلك، إنما غير، قال السنة يوجد فيها المعرب، وإنما الخلاف في وقوعه في القرآن. فاختلف طريقتهم في تحرير محل النزاع. وفئة ثالثة ذكروا كما ذكر المصنف رحمه الله، أجروا الخلاف في وجود المعرب في القرآن وسكتوا عن وجوده في السنة. فهذه ثلاثة طرائق للأصوليين في بيان موطن النزاع. قال: ليس في القرآن لفظ بغير العربية. لقوله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قال: وآيات كثيرة في هذا المعنى، يعني استدلوا بهذه الآيات التي يرونها صريحة في نفي اللفظ الأعجمي عن القرآن. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وقوله: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، يعني عدة آيات تصف القرآن بأنه عربي، فيعم كل جزء فيه، كل شيء فيه، كل آية وكل لفظة. وعلى هذا ينتفي اللفظ الأعجمي عن القرآن. قال: وعن ابن عباس، هذا شروع في المذهب الثاني في المسألة، بعد أن ذكر مذهب الأكثرين ذكر مذهب المخالفين، فقال:
وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة أن فيه ألفاظاً بغيرها قالوا ناشئة الليل إلى آخره. أنا قرأت العبارة لأن تختلف النسخ المطبوعة. العبارة عندي وعن ابن عباس وعكرمة أن فيه ألفاظاً بغيرها قالوا ناشئة الليل بالحبشية إلى آخره. هذا المذهب الثاني المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مروي أيضاً عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعن سيبويه وابن خروف وابن الحاجب وابن عبد الشكور وابن برهان، هؤلاء من الذين ذهبوا إلى اشتمال القرآن على ألفاظ معربة أو غير عربية. قالوا هذا دليلهم، عند كلمة قالوا دليلهم، ودليلهم معناه وقوع هذه الألفاظ في القرآن، وأدل شيء على الجواز هو الوقوع. قالوا ناشئة الليل بالحبشية، لأن ناشئة الليل معناها قيام الليل، وأهل الحبشة يسمون قيام الليل ناشئة الليل، هكذا قيل. ومشكاة هندية، مع أن صاحب مسلم الثبوت وهو هندي أنكر أن تكون في لغة أهل الهند، يقول ليس هذا في لغة أهل الهند والله أعلم، وقد تكون وتكون قديمة وهجرت، يعني كونها من لغتهم محتمل أيضا، حتى لو نوفاه هو قد لا تكون معروفة عندهم الآن، لكن قد تكون قديما عند أسلافهم ثم هجرت. قال واستبرق فارسية إلى غير ذلك من الألفاظ التي ذكروها. ثم قال وأجاب من نصر، هذا شروع في المناقشة، وأجاب من نصر هذا، هذا الإشارة ترجع إلى أقرب مذكور وهو المذهب الثاني، يعني وأجاب من نصر المذهب الثاني وقال بوقوع هذه الألفاظ الأعجمية في القرآن، بأن اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن كونه عربياً وعن إطلاق الاسم عليه. فهذا يمكن أن يكون مناقشة ويمكن أن يكون تابعاً للدليل السابق، يعني أنتم تقولون يا أصحاب المذهب الأول القرآن عربي لوجود الآيات الصريحة على أنه نزل عربياً بلسان العرب، فقالوا كونه يشتمل على كلمة أو كلمتين أو ثلاث أو خمس كلمات غير عربية لا يعني أن يكون غير عربي بالنظر إلى الكثرة، أن الغالب فيه ألفاظ عربية، فهذا لا يخرجه عن كونه عربيا وعن إطلاق الاسم عليه، يعني بالمراد بالاسم يعني كلمة عربي بأن يوصف بأنه عربي. وعلى هذا فلا نكون، هكذا يقول أصحاب المذهب الثاني، لا نكون قد خالفنا الآيات التي استدللتم بها. ثم قال المؤلف رحمه الله ويمكن الجمع بين القولين. اختار المؤلف رحمه الله أن يجمع بين القولين لأن الجمع أولى من الترجيح، فقال ويمكن الجمع بين القولين بأن أصل هذه بغير العربية، بأن أصل هذه يعني هذه الألفاظ التي ذكرت المشكاة والاستبرق إلى آخره، بأن أصل هذه بغير العربية ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها. وهذا جمع حسن بين المذهبين، يقول هذه الكلمات أصلها ليست هي إنما أصلها غير عربي، ثم عربتها العرب، غيرت فيها وبدلت لتوافق لسان العرب من حيث الحروف ومن حيث الأوزان، وبعد ذلك استعملتها كما استعملت الكلمات العربية الأصلية، فصارت هذه الكلمات التي أصلها أعجمي صار عربيا بالتعريب وبالاستعمال، بالتعريب وبالاستعمال، فصار عربيا من هذا الوجه وإن كانت أعجمية باعتبار الأصل. وعلى هذا يكون الخلاف بين الفريقين خلافا لفظيا. نعم، تفضل. قال
فصل. وفي كتاب الله تعالى محكم ومتشابه، قال الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال القاضي رحمه الله تعالى: المحكم المفسر والمتشابه المجمل، لأن أم الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره، بل هو أصل بنفسه. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: المتشابه الذي لم يغمض علمه على غير العلماء المحققين. الذي يغمض أصلح الخطأ، الذي يغمض، الذي يغمض. نعم، جزاك الله خير. كالآيات التي ظاهرها التعارض. وقال آخرون: هو الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم ما عداه. وقال آخرون: المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام، والمتشابه القصص والأمثال. والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض له، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، ويبقى وجه ربك تجري بأعيننا. فهذا اتفق السلف على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله، فإن الله تعالى ذم المتبعين لتأويله وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة وسماهم أهل زيغ. وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم صاحبه عليه، بل يمدح، إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام. وفي الآية قرائن دالة على أن الله تعالى متفرد بعلمه المتشابه، وأن الوقف بعلم المتشابه. جزاك الله خير. وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، لفظا ومعنى. أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون آمنا به بالواو. وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا. ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقف على معناه. ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل فيقتضي أن يكونوا قسمين. فإن قيل: كيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه، أم كيف ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يطلع على تأويله، فالجواب أنه يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. الآية. أحسنت. هذا الفصل معقود لمسألة، وهي مسألة اشتمال القرآن على المحكم والمتشابه والخلاف في تفسيرهما. فقال رحمه الله: فصل. وفي كتاب الله تعالى محكم ومتشابه. هذا القدر متفق عليه، اشتمال القرآن على المحكم والمتشابه، هذا لا خلاف فيه لصريح الآية: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالآية صريحة، فالقرآن إذن يشتمل على المحكم والمتشابه، إنما الخلاف في ما هو المحكم وما هو المتشابه، فالخلاف في تفسير اللفظتين. فذكر المؤلف رحمه الله خمسة أقوال في المسألة. قال القاضي أبو يعلى، هذا المذهب الأول: المحكم المفسر والمتشابه المجمل. هذا المذهب الأول، أن المحكم هو المبين والمتشابه عكسه وهو المجمل. قال: لأن أم الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره، بل هو أصل بنفسه. هذا دليل القاضي أبي يعلى على التفسير الذي ذكره، يعني لأن الله تعالى قال عن الآيات المحكمة ماذا قال؟ قال: هن أم الكتاب.
فقال أبو يعلى: أم الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره، يعني يتفرع عنه شيء لكنه لا يتقدمه غيره، بل هو أصل بنفسه، وهذا لا يصدق، هذا لا يصدق إلا على المفسر المبين، الشيء البين الواضح الذي لا يحتاج إلى غيره. أما المجمل فإن بيانه يكون في ثاني الحال لا في أول الحال، يعني أول ما أتى كان مجملا فيقول الناس ما معناه، فإذا جاء تفسيره وبيانه صار بينا في ثاني الحال لا في أول الحال، فلا يكون أما للشيء. هذا معنى دليل القاضي أبي يعلى رحمه الله. قال: وقال ابن عقيل تلميذه، تلميذ القاضي أبي يعلى: هذا المذهب الثاني المتشابه الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين، كالآيات التي ظاهرها التعارض. طيب، وسكت عن ضده، فحينئذ الضد يفسر ضده، فكأنه يقول: والمحكم هو الذي لا يغمض على غير العلماء المحققين، بمعنى أن المحكم يفهمه الجميع، العلماء والعوام، مثل قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقوله تعالى: والله على كل شيء قدير، فهذا العامي كالعالم فيها، الكل يفهمها، إذن هو محكم. أما المتشابه فهو الذي لا يفهمه العوام، وإنما يختص بعلمه العلماء. قال: مثل آيات التي ظاهرها التعارض، كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فظاهرها التعارض، فالعامي يقف عندها لا يعرف معناها، ولهذا يسأل عنها العلماء فيقول: ما معنى هذه الآيات؟ كيف نوفق بين الآيتين؟ كيف نجمع بينهما؟ هذا تفسير المحكم والمتشابه عند ابن عقيل. قال: وقال آخرون هذا المذهب الثالث، وهو مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو أيضا قول الشعبي ومقاتل ابن حيان وقول سفيان الثوري، واختاره أبو عبد الله القرطبي المفسر المعروف. هذا هو المذهب الثالث. قالوا: هو، الضمير فيه هو يرجع للمتشابه، هو الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم ما عداه. يعني المذهب الثالث أن الحروف المقطعة ألف لام ميم حاميم إلى غير ذلك من الآيات المعروفة، الحروف المقطعة هذه هي المتشابه، هي المتشابه، وأما المحكم فما عداها، يعني كل ما عدا الحروف المقطعة في القرآن فهو المحكم. وإنما قال: والمحكم ما عداه، أتى بضمير المذكر ولم يقول ما عداها أي الحروف، لأنه يمكن تأويله على وجه صحيح، يعني بأن يقول: وأما ما عدا الحرف من الحروف المقطعة فهو المحكم، أو يقال: وأما ما عدا المذكور فهو المحكم، أو ما عدا ذلك فهو المحكم. فقوله عداه صحيح يعني، ولا يقال هو خطأ وكان ينبغي أن يقول والمحكم ما عداها، لأن الضمير يرجع إلى الحروف. قال: وقال آخرون هذا المذهب الرابع، وهذا المذهب روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم بصحة نسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال: المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام، والمتشابه القصص والأمثال. الوعد من الله سبحانه وتعالى، الوعد الحسن بالمغفرة أو بدخول الجنة مثلا، أو الوعيد بالعذاب أو بغضب الله. الحلال يقصد بالحلال ما جاء صريحا، يعني ما جاء فيه لفظ الحل صريحا، مثل: أحل لكم صيد البحر، أحل لكم ليلة الصيام الرفث،
والحرام يقصد ما جاء صريحا بلفظ يعني صريحا في التحريم، مثل حرمت عليكم الميتة. قال: والمتشابه القصص والأمثال. القصص عن الأنبياء عليهم السلام وعن الأمم السالفة، والأمثال ما ضربه الله سبحانه وتعالى من الأمثال للتفكر والاعتبار، مثل قول الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هذا من الأمثال. وكأن أصحاب المذهب الرابع هؤلاء نظروا إلى المحكم والمتشابه من حيث اللفظ، وغيرهم نظر إليها من جهة المعنى، فقالوا: ما كان أحكاماً محكم، ما كان أمثالاً وقصصاً يراد فيها تشبيه شيء بشيء، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، تشبيه شيء بشيء، أو تشبيه قوم بقوم للاعتبار، يعني لا تكونوا مثلهم، تشبيه شيء بشيء، أو نفي أن تشبه أفعالهم أفعالهم. قالوا: يناسبه كلمة متشابه. فنظروا إلى لفظي المحكم والمتشابه، وغيرهم نظر إلى معنى المحكم والمتشابه، ولم يلتفت إلى المادة، إلى مادة الكلمتين. قال: والصحيح، هذا شروع في المذهب الأخير، المذهب الخامس الذي صححه المؤلف رحمه الله تبعاً لأصله، أن المتشابه ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، يعني والمحكم ما عدا ذلك، يقصد والمحكم ما عدا ذلك. فيقول: آيات الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، سواء كانت صفات ذات أو صفات أفعال، الصفات الاختيارية أو صفات خبرية، أو كانت صفات خبرية، كل ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي يدخله المتشابه. والحقيقة أن هذا اللفظ مجمل، هكذا فيه إجمال، يعني ينبغي الوقوف عنده. فيقال: معاني آيات الصفات هي من المحكم، كما سوف يأتي في الأمثلة: الرحمن على العرش استوى. العرب تفهم معنى استوى، ولهذا لن يقفوا عند هذه الآية، العرب ما أشكلت عليهم هذه الآية وأمثالها، فهم يفهمون معاني صفات الله سبحانه وتعالى. فمعانيها من قبيل المحكم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب تفهم معنى استوى، تجري بأعيننا، يفهمون كل هذه الآيات. وأما المتشابه فهو الكيفية، كيفية الصفة، صفة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المتشابه، هذا هو المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الراسخون فيسلمون به ويقولون آمنا به. وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب أوسع من هذا، بمعنى أن المتشابه ليس فقط كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما كيفية وحقائق كل الأشياء الغيبية التي لن تعلم إلا بالمعاينة ولا تعلم في الدنيا، مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه مما أعده لأهل الجنة. فإن صفات هذه الأشياء، أنهار الجنة وثمارها وقصورها إلى آخره، هذه من المتشابه، بمعنى أننا نفهم معناها، نفهم معنى نهر وقصر وشجر، لكن كنهها وحقائقها التي هي عليها، هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. كذلك ما أخبر الله عنه من الغيبيات كالصراط والميزان وصحائف الأعمال وغير ذلك، فإن حقائقها وكنهها هي من قبيل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. قال: كقوله تعالى، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فإن الاستواء معلوم عند العرب، فإن استوى على الشيء يعني على، هو قر عليه. بل يداه مبسوطتان، يعني الآية الأولى صفة فعل من الصفات الاختيارية، والثاني صفة ذات، بل يداه مبسوطتان، إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى،
وكلتا يديه يمين، كما ورد في الخبر في صحيح مسلم. ويبقى وجه ربك، صفة ذات، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. تجري بأعيننا، تجري يعني سفينة نوح عليه السلام بأعيننا، إثبات صفة العينين لله تعالى. وإنما جمعها هنا بأعيننا لأن المفرد يجمع إذا أضيف للمثنى، هذا هو الأفصح في لغة العرب. المثنى، اللفظ الذي هو في الأصل مثنى، إذا جاء مفردا ثم أضيف إلى مثنى يجمع، كما قال تعالى: فقد سقط قلوبكما، ولم يقل قلباكما، لأن العرب تستكره توالي المتماثلات فيغيرون في أحدهما تسهيلا في اللفظ. فلهذا قال بأعيننا، ففيه إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، وهذه صفة ذات. فهذا معانيها من المحكم، لكن حقائقها وكنهها التي هي عليها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو من المتشابه إذن. قال: فهذا اتفق السلف على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله. نعم، والأمر كما ذكر المؤلف رحمه الله، السلف متفقون من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على الإقرار بهذا، أي الإيمان به، وعلى إمراره على وجهه يعني على ظاهره، وعلى ترك تأويله بأن يصرف إلى غير معناه بلا دليل. قال: فإن الله تعالى، الفاء للتعليل، وإن أيضا للتعليل، فهذا شروع في دليل أصحاب المذهب الأخير، المذهب الخامس. قال: فإن الله تعالى ذم المتبعين لتأويله، الضمير يرجع للمتشابه، يعني ذم الله المتبعين لتأويل المتشابه، لأن الله تعالى قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فقال: فإن الله تعالى ذم المتبعين لتأويله، وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فكلهم سماهم أهل زيغ. وحينئذ يكون الذي يؤول المتشابه مذموما. ثم قال: وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم صاحبه عليه، بل يمدح، إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام. فهذا يعني هذا الذي يذكره الآن المؤلف هو دليل، وفي نفس الوقت يتضمن الرد على أصحاب المذاهب الأولى. يقول: ذم الله الذين يؤولون المتشابه، وأنتم تقولون المتشابه هو المجمل. طيب، طلب تفسير المجمل، هل هذا شيء يذم عليه المجتهد؟ يقال: لما تفسر المجمل؟ لا، بل هذا يمدح عليه، بل هو الواجب في حقه أنه يلتمس بيانا للمجملات لكي يعرف الأحكام ويميز الحلال من الحرام. ثم قال: وفي الآية قرائن دالة على أن الله تعالى متفرد بعلم المتشابه. يقول: في الآية الكريمة توجد فيها قرائن على أن الله متفرد بعلم المتشابه، يعني أنه وحده سبحانه وتعالى هو الذي يعلم المتشابه، وأما الراسخون في العلم فلا يعلمونه. قال: وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، لفظا ومعنى. فيعني يقول الصحيح أنه يجب الوقوف، وما يعلم تأويله إلا الله، وتقف، ثم تقرأ: والراسخون في العلم يقولون، على الاستئناف. قال: أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون آمنا به بالواو. يعني لو كان المراد أن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه كما يعلمه الله لقال: ويقولون. لما؟ لأن قوله على بناء على مذهبكم
لأن قوله والراسخون يكون تكون الواو عاطفة، وبعد الراسخين ينتهي الكلام، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، كلاهما يعلم تأويله. ثم بعد ذلك يأتي بواو الاستئناف، ويقولون آمنا به، لكي يعني يستقيم الكلام، لأنه استئناف جملة جديدة، مع أن الآية ما جاءت بالواو. فدل على ماذا؟ دل على أن الواو في قوله والراسخون هي واو الاستئناف، وأن الكلام تم بعد لفظ الجلالة بالنسبة لعلم المتشابه، يعني وما يعلم المتشابه إلا الله وحده سبحانه. ثم استأنف الآية، استأنفت، فقال الله والراسخون في العلم. طيب يقولون كيف تكون؟ تكون خبرا، الواو والاستئناف والراسخون مبتدأ وخبرها يقولون، فيستقيم الكلام على مذهب أصحاب المذهب الأخير لا على مذهب أصحاب المذاهب الأولى. قال وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا، لأن الله ذمهم على أنهم يبتغون ويطلبون تأويله فذمهم على ذلك. ولو كان الراسخين يعني يطلبون علم المتشابه لكانوا مذمومين، بينما هم ممدوحون، وصفهم الله والراسخون في العلم يقولون، أثنى الله عليه، فدل على أنهم ما يعلمون المتشابه، إنما يسلمون علم المتشابه إلى الله العليم الحكيم سبحانه. قال ولأن قولهم آمنا، ولأن قولهم أي الراسخين، ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه، وهذا صحيح. يعني حين يقولون آمنا به، هذا تسليم أو لا؟ تسليم، كل من عند ربنا تسليم، فدل على أنهم ما عرفوا معناه فسلموا معناه إلى العليم الحكيم سبحانه. قال ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل فيقتضي أن يكونوا قسمين، يعني كلمة أما تأتي للتفصيل وللتفريق بين شيئين، تقول أما زيد فنجح وأما عمرو فلم ينجح، هذا تفصيل، فيدل على اختلاف القسمين. وهنا القسمان ما هما؟ ذكر الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وذكر الراسخين، فدل على أن حكمهما مختلف، فالله يعلم المتشابه، إذن القسم الثاني وهم الراسخون لا يعلمون المتشابه عملا بمدلول لفظة أما. قال فإن قيل، هذا اعتراض من طرف المخالف، فإن قيل كيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه، أم كيف ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يطلع على تأويله أو ما لا يطلع على تأويله، يعني هذا اعتراض، إذا قلتم إن المتشابه هو كنه الصفات وحقائق المغيبات التي لا يعلمها إلا الله، فحينئذ معناها أن البشر ما يعلمون ذلك ولا يطلعون عليه، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يخاطبهم الله بما لا يعقلونه، كيف يخاطبهم بشيء لا يفهمون معناه؟ فماذا قال؟ قال فالجواب أنه يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. فيعني يقول خطاب الله بشيء لا يطلع الناس على تأويله أمر معقول، وهو موافق للحكمة. ما هي الحكمة؟ هي اختبار إيمان العبد، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، حتى تعليلية، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني القبلة يعني التوجه إلى بيت المقدس،
وكما يحصل في الخطاب بالمجمل. أليس الله يخاطب الناس بالمجمل؟ طيب لما لم يخاطبهم بشيء بين من أول الأمر؟ ما الفائدة والحكمة أن يخاطبهم بالمجمل ثم يأتي بيانه بعد ذلك؟ فنقول الحكمة اختبار الإيمان والطاعة، فإن المسلم الصالح إذا سمع إذا خطاباً بالمجمل فإنه يؤمن به ويضمر في نفسه الامتثال إذا جاء البيان، وأما المنافق فلا، ليس حاله كذلك، بل يعترض على دين الله وعلى شريعة الله ويقول كيف يخاطبنا الله بشيء لا نفهمه إلى آخره. فكما أن في الخطاب بالمجمل حكمة، فكذلك الخطاب بما لا يطلع الناس على تأويله حكمة، وهو اختبار إيمان المؤمن، يتميز المؤمن من المنافق. انتهت المسألة، ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.